لا بابا لا اليوم عيان شي شويه ما غاديش نقدر نمشي للخدمه حتى المدرسه راه غتمشيو لها بوحدكم وغدا ان شاء الله راه نولي شويه لاباس. حميد راه خاصك تمشي تشوف الطبيب ما تقولش لي عاوتاني حنا مزيرين في المصروف الحمد لله دابا راه حنا عندنا لامو اليوم غير بمساهمه شهريه بسيطه من حقك كحريفي ولا صنيعي انك تستفد انت والزوجه ديالك وليداتك من التعويض او تحمل مصاريف العلاج حيت اغلى حاجه عندك هي صحتك هي صحة الأسرة ديالكم من الواجب عليك تحميهم من الواجب عليك تسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستافدوا جميع من التأمين الإجباري على المرض لامو.